الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلك سبيله وطلب النجاة، وبعد، فإن أمر الصلاة على من كان حاضرا منكم لا يخفى عليه أهميتها ومكانتها في الإسلام وعظم قيمتها عند المسلمين، فهي أول ما يبدأ به من العمل في يوم القيامة من السؤال، فإن حسنت وقبلت قبل سائر عمله، وكذلك الفاصل بين الإسلام والكفر، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا ولهذه الحساسية في موقف الصلاة، ولهذه الأهمية أيضا، ولتفريط المسلمين العظيم فيها أيضا، كان لفضيلة الشيخ هذه الكلمة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان أعماله يوم القيامة، وأن تكون لكم أيضا شاهدا وحجة لا حجة عليكم إن شاء الله. والشيخ غني عن التعريف، فبسم الله نبتدئ هذه المحاضرة القيمة، ونعطي المجال لصاحب الفضيلة حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنني مسرور باللقاء معكم في هذه الليلة، لما يحصل من اللقاء لما يحصل في اللقاء من المنافع للحاضرين جميعا، سواء المتكلم أو المستمع إلى كلامه، كلهم يرجى أن يكونوا من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات، فإن مجالس الذكر من أفضل ما يمضي به الإنسان وقته، وذكر الله عز وجل ليس كما يفهمه بعض الناس التهليل والتسبيح والتكبير وما أشبه ذلك، لكنه أشمل من هذا. واستمعوا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن المعلوم لنا جميعا أن الذي يلي هذا النداء هو الخطبة، فسماها الله تعالى ذكرا، وقال تعالى في السورة التي تقرأ في يوم الجمعة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر فصلى، الفاء هنا للترتيب والتعقيب، ومعنى ذلك أن صلاة الجمعة تدخل في هذا، فإنه ذكر ثم صلاة مباشرة. وعلى هذا فإن مجالس العلم مجالس ذكر يرجى فيها الخير للإنسان المستمع والمتكلم. ولست أول من تكلم في هذا المكان، فهناك أناس تكلموا قبلي في هذا الموضع وفي هذا المكان، والبلاد والحمد لله لا تخلو من علماء ينيرون الطريق للمسلمين ويؤدون ما أوجب الله عليهم من بيان العلم، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ
أخذ على أهل العلم الذين من الله به عليهم أخذ عليهم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لعل قائلا منكم يقول: أين الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم؟ فنقول إن الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم هو العلم الذي أعطاهم، فإن هذا العلم يعتبر ميثاقا أعطاه الله الإنسان ليبلوه هل يشكر هذه النعمة فيبين ما أعطاه الله تعالى للناس أو يكتمه. فالبلاد والحمد لله لا تخلو من مبين للحق، ولكنني يسرني أن أدلي بدلوي في هذا المكان في جملة إخواننا الذين سبقونا والذين يلحقون بعد ذلك في توجيه الناس وتبصيرهم، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للصواب عقيدة وقولا وعملا. أما موضوع لقائنا هذه الليلة فهو تأملات في الصلاة وما يتعلق بها، ولكنني قبل أن أدخل في هذا الموضوع أود أن أذكر نفسي وإياكم بنعمتين عظيمتين أنعم الله بهما على هذه البلاد، والشاهد عندكم أنتم. أما النعمة الأولى والعظمى والكبرى فهي نعمة الإسلام والحمد لله. نعمة الإسلام التي قال الله عنها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة والحمد لله لا توجد فيما أعلم في أي بلد من بلاد العالم الإسلامي، وهذه نعمة علينا يجب علينا أن نفخر بها وأن نحرص على أن نتمسك بها غاية التمسك حتى تبقى لنا، لأن النعم إذا شكرت زادت، وأما إذا كفرت والعياذ بالله فإنها تزول. فما هو شكر هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام؟ شكر هذه النعمة العظيمة أن يقوم الإنسان بحفظها، أن يقوم الإنسان بحفظها بالعمل بها، فإن العمل بالإسلام هو الأساس الأول لحفظ هذه النعمة. قال الله تبارك وتعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ليس شكر هذه النعمة، أعني نعمة الإسلام، أن يقول الإنسان: الحمد لله أني مسلم، ولكن شكرها أن يصدق الفعل القول وتظهر علامات الإسلام علينا في منهاجنا بالنسبة لعبادة الله عز وجل، فلا نضيع منها شيئا بل نتقي الله تعالى ما استطعنا، لأن الله تعالى إنما خلقنا لهذه الحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق من أجلنا كل ما في الأرض، بل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. أخي المسلم تأمل، كل ما في الأرض فهو مخلوق لك، وما في السماوات وما في الأرض مسخر لك، وأنت مخلوق لشيء واحد. ما هذا الشيء؟ عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعبادة الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شكر نعمة الإسلام أن تقوم أيها المسلم بعبادة الله عز وجل، وأن تقوم بما يجب على عباد الله لك من النصح والمعاملة الحسنة وعدم الكذب وعدم الخيانة وعدم الغش، لأن ذلك هو الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله
ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا شكرنا هذه النعمة بحفظها بالعمل بها في أنفسنا وفي أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلينا وجميع من يتصل بنا، وكذلك بذل النصيحة لكل من رأيناه على خطأ، كنا أمة واحدة، وكنا كما وصفنا الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأنا لست أريد من الناس ولا غيري يريد من الناس أن يكون كلهم سواء في العبادة، أن يكون كلهم سواء في الطاعة، فإن هذا أمر لا يمكن. ما من مجتمع من المجتمعات إلا وفيه معصية وفيه فسق وفيه فجور، وهذه من حكمة الله عز وجل حتى يبتلي هؤلاء بهؤلاء، يبتلي أهل الخير والطاعة والعبادة بأهل الفجور والفسق والاستكبار، حتى يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أرأيتم أيها الإخوة لو كان الناس كلهم يفعلون المعروف، كلهم ينهون عن يجتنبون المنكر، هل يبقى صولة أو دولة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عجيبوا، نعم، يبقى شيء أو لا يبقى؟ لا يبقى شيء. لو كان الناس كلهم مسلمين، كلهم موحدين لله عز وجل، كلهم متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانوا كذلك هل يبقى للجهاد مكان؟ الجواب لا. إذن فلا بد من الاختلاف حتى يبلو الله تعالى الخلق بعضهم ببعض، ويتبين الصادق من الكاذب، وإلا لو كانوا أمة واحدة على الحق ما حصلت هذا الابتلاء العظيم. وإننا إذا رأينا في مجتمعنا وأمعنا النظر وجدنا أن بعض الناس قد أهمل ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى في خاصته وأهله تجده يراهم مصرين على ترك الصلاة، أو مصرين على ترك الصلاة مع الجماعة إذا كانوا رجالا، ومع ذلك كأن لم يكن شيء. وهذا قد يمني نفسه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قد يمني نفسه بهذه الآية، والحقيقة أن هذه الآية لا أمنية فيها لمفرط ومهمل. لماذا؟ لأن الله قيد: لا يضركم من ضل، متى؟ إذا اهتديتم. ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يقول الإنسان إن هذا المنكر لا يضرني وهو يشاهده في مجتمعه ولا يحاول النهي عنه ولا إزالته؟ هو يضرك. إن المعصية إذا فشت في قوم أوشك أن يعمهم الله تعالى بالعقاب، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد للدعوة إلى الله عز وجل من الأسلوب الطيب والاتجاه بما وجه الله إليه في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاث مراتب أظن: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الأساليب الثلاثة تنزل على كل حال من أحوال المدعو، فالمدعو إذا كان قريبا يكفي فيه الحكمة أن تعرض عليه الخير وترغبه فيه، وأن تعرض عليه الشر وتنهاه عنه.
فإذا وجدت منه شيئا من الإصرار فإننا ننتقل إلى المرتبة الثانية. ما هي المرتبة الثانية؟ الموعظة، الموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة هي ما كان الواعظ فيها محسنا بقوله وفعله، وبعد ذلك يرتقي الإنسان إلى المرتبة الثالثة، فقد تعظه وتخوفه بالله عز وجل وتحذره من شؤم المعاصي، ولكنه يستمر بل ويجادل، يجادلك. فما موقفك مع هذا المجادل؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. وما معنى التي هي أحسن؟ هل معناه أحسن بالقول بمعنى الرفق واللين، أو أن المعنى أشمل من ذلك؟ الجواب المعنى أشمل من ذلك، يشمل المجادلة بالقول البين الفصيح الواضح، فإنه أحسن من القول الغامض الذي يعد كالإلغاز. كذلك أحسن من جهة طريق الإقناع، بمعنى أن لا نستعمل الطرق الطويلة التي تطول بها المحاجة مع إمكان سلوك الطرق القصيرة. وأنا أضرب لكم مثلا بما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. رجل من الملوك أتاه الله الملك، فحاج إبراهيم في ربه، تخاصم مع إبراهيم في الله عز وجل، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. هذا حق، من الذي يحيي ويميت؟ الله عز وجل. قال الرجل الملك: أنا أحيي وأميت. هذا باطل، لكن فيه تلبيس. كيف يحيي ويميت هذا الرجل؟ قال: أوتى بالرجل مستحقا للقتل فلا أقتله. فهذا على زعمه إحياء، وأوتى بالرجل البريء الذي لا يستحق القتل فأقتله، فهذا على زعمه إماتة. قال: أنا أحيي وأميت. هل ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجادله في هذه المسألة؟ لأنه لو جادله إبراهيم لخصمه وغلبه في الحجة، لكن قال: نسد هذا الباب الذي قد تطول فيه المجادلة، ونأتي بباب آخر، ندخل عليه من باب آخر لا يمكن فيه المحاجة. ماذا قال له؟ قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. استطاع أن يجادل؟ لا. قال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن أي إنسان يجادلك يريد أن يدحض الحق بالباطل فاسلك معه الطريق التي هي أحسن، لا من حيث الأسلوب والبيان والبلاغة، بل من هذا الوجه ومن وجه آخر، أن تسلك الطريق الأقرب لإقناعه ودحض حجته، فإن هذا داخل في قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. الحقيقة أنه ذهب بي الكلام إلى بعيد، ولكني أرجع أقول إن نعمة الإسلام التي أنعم الله بها على هذه البلاد يجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها، وذلك بحفظها بالقيام بها. وأنا أبشركم والحمد لله بأن في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان الإسلامية نهضة قوية في التوجه إلى الله عز وجل، وهذه والحمد لله بشرى سارة، لأن الناس عرفوا إلى أين يتجهون، متاهات وضياع، كالذي استهوته الشياطين في الأرض وش بعدها؟ حيران. كل إنسان لا يتبع هدى الله فإنه متحير قلق، عنده في نفسه تفاعلات وتساؤلات وشكوك تكدر عليه حياته. لكن الذي وفق للإيمان والعمل الصالح استمع إلى قول الله فيه:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعلينا أيها الإخوة أن نستمسك بهذا الدين، ومع هذا لا نتكل على ما في أنفسنا من عزيمة، لا نتكل على ما في أنفسنا من عزيمة، فإننا قد نخذل، نسأل الله السلام والعافية. واستمع إلى قول الله تعالى: لأكمل الخلق إيمانا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الخطاب لمن؟ أكمل الخلق إيمانا، لأكمل الخلق إيمانا الذي يأتيه الوحي صباحا ومساء. يقول الله عز وجل: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء، قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هذا يقول من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا تعتمد على ما في نفسك من العزيمة، والجأ إلى الله دائما واسأله التثبيت حتى لا تضل في فهم ولا تقصر في علم ولا تغوى في عمل. اسأل الله دائما الثبات والمعونة، وكن دائما تلاحظ قول الله تعالى في سورة الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة من صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد من عبادة ولا بد من استعانة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أما النعمة الأخرى فهي نعمة الأمن والطمأنينة والرغد. يسير الراكب من أقصى البلاد إلى أقصاها وحده وفي سيارته ما شاء الله تعالى من الأموال، لا يخشى إلا الله عز وجل. نجد الآن المخازن ليس عليها إلا أبواب الزجاج وشبابيك هشة، يمكن أي إنسان أن يهتكها بيده، ومع ذلك فإننا نجدها والحمد لله آمنة مطمئنة. وإني أسألكم: هل هذا بحولنا وقوتنا؟ نعم، لا والله ليس بحولنا ولا قوتنا، ولكنه منة من الله عز وجل وفتنة من الله عز وجل أيضا. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومعنى فتنة يعني امتحانا، فالله عز وجل يمتحننا بهذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن ونعمة الرغد. من أين تأتينا الأقوات؟ نعم، من كل مكان. هل تصدقون أن الطماطم وهي تلك النبتة اللينة تأتينا من أوروبا كأنها قطعت الآن؟ من يصدق هذا؟ لو قيل فيما مضى لقيل هذا من أساطير الأولين، ولكننا شاهدناه بأعيننا. فمن الذي يسر لنا ذلك بالله عليكم؟ هو الله عز وجل. فعلينا أن نقيد هذه النعمة، لأننا إذا لم نقيدها زالت. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
إلى هنا نقف، هل ينطبق هذا الوصف على بلادنا؟ ها؟ ينطبق تماما. نمشي مع هذا المثل، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع بعد أن كان يأتيها رزقها رادا من كل مكان، ولباس الخوف بعد أن كانت آمنة مطمئنة، لأنه ليس بين الله وبين أحد من الخلق نسب، ولكنه السبب وهو التقوى، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إني أذكر نفسي وإياكم بهذه النعم، بل بهاتين النعمتين العظيمتين، وأسأل الله تعالى أن يديمها علي وعليكم، وأن يثبتنا على قوله الثابت حتى نلقاه ونحن على أكمل حال. أما موضوع المحاضرة فإننا نقول، بل لا أسميها محاضرة ولكني أسميها لقاء. موضوع اللقاء فهو تأملات في الصلاة وما يتعلق بها. هذه الصلاة التي أضاعها كثير من الناس اليوم، والتي يتعجب الإنسان من كون بعض الناس يضيعها بتاتا، ويحرص غاية الحرص على ما هو دونها. كلكم توافقونني على أن أحدا لا يتجاسر أن يدع صوم يوم من رمضان علنا، لكنه لا يهمه أن يدع صلاة يوم من الأيام، أليس كذلك؟ لأن نجد في البيوت، أو نسمع أن في البيوت طائفة كبيرة ما تصلي، لكن لا تجد في هذا البيت الذي فيه طائفة كبيرة لا تصلي، لا تجد فيه أحدا من هؤلاء الذين لا يصلون يدع صوم يوم واحد من رمضان. وأيهما أبلغ؟ أيهما أوكد؟ الصلاة أوكد من الصيام، وأوكد من الزكاة، وأوكد من الحج بإجماع العلماء. والمسألة ليست خلافية، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام حدا فاصلا بين الإيمان والكفر. ومعروفا أن الحد يميز المحدود من غيره، فأنا مثلا إذا قلت لك هذا حد بين ملكي وملكك، فإن ملكك لا يدخل في ملكي وملكي لا يدخل في ملكك. كذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إذن هم لا يدخلون فينا ونحن لا ندخل فيهم، فلا ينطبق عليهم الوصف الذي هو الإسلام، ولا ينطبق علينا الوصف الذي هو الكفر ما دمنا نصلي. هذه الصلاة يدلك على عناية الله بها أمور. الأمر الأول أن الله أوجب على عباده إذا قاموا إليها أن لا يقوموا إليها حتى يتطهروا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى آخره. كم عضوا أوجب الله علينا أن نغسله في الوضوء؟ أو بعبارة أصح، كم عضوا أوجب الله علينا أن نطهره إذا قمنا للصلاة في الحدث الأصغر؟ ما تشكل هذه يا أخي، هذه ما تشكل. أربعة أعضاء: الوجه واليدان والرأس والرجلان. في أشكال هذه خصت هذه الأعضاء لأنها أطراف البدن التي يكون بها العمل. ففي الوجه شم وذوق وبصر، وفي الرأس
سماع، وفي اليد بطش، وفي الرجل مشي، وغالب الأعمال الظاهرة إنما تدرك بهذه الأعضاء، فلهذا أوجب الله علينا تطهيرها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا توضأ فإن خطاياه تخرج من هذه الأعضاء مع آخر قطرة من قطر الماء. ولنرجع إلى الآية الكريمة: اغسلوا وجوهكم. أين حد الوجه؟ الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. وأما اليدان فإنه من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وأين المرفق؟ هو المفصل بين العضد والذراع، والمرفق داخل لا بد من غسله، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضدين، ومعناه أنه لا بد أن يكون الغسل شاملا للمرفق. وإن كان الغالب أن إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. وأما الرأس فواضح، ومنه الأذنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما، وأما الرجلان فهما إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. في الآية الكريمة قراءتان: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقراءة ثانية: وأرجلكم بالكسر. من هو حاضر من أهل اللغة العربية؟ إذا كانت بالنصب معطوفة على إيش؟ ها؟ معطوفة على وجوهكم، معطوفة على وجوهكم. إذن فالرجلان مغسولان. وإذا كانت بالجر وأرجلكم معطوفة على إيش؟ على رؤوسكم بالجر، يعني وامسحوا بأرجلكم. سبحان الله، هل الإنسان مخير إن شاء غسل رجله وإن شاء مسحها؟ لا، غير مخير، لكن للرجلين حالين: حال تكون مستورة بالخف، وحالا تكون غير مستورة. إذا كانت مستورة فإنها تمسح، وإذا كانت مكشوفة فإنها تغسل، ولا يحل أن يفرط أحد بغسلها. ولهذا لما أرهقت صلاة العصر الصحابة رضي الله عنهم وكانوا في سفر، جعلوا يتوضؤون ولا يستوعبون غسل أرجلهم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. لكن إذا كانت مستورة بالخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليها، وقد ثبت المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مرية فيه. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. ثم إننا نقول: غسل اليدين إلى المرفقين في أيام الشتاء تكون الثياب كثيرة، أليس كذلك؟ وبعض الناس إذا فسر كمة ما يستوعب المكان الذي يجب غسله، تجد بعض المكان مستتر بطرف الكم، وهذه مسألة يجب أن تلاحظها. يعني لو لم يصل الماء إلى المرفق كله ما صح وضوءك، فانتبه لهذا في أيام الشتاء. أما المسح على الخفين فإني أتكلم عليه كلاما بسيطا في أمور معينة. نتكلم أولا: ما الذي يشترط في الخف؟ والخف هو الكنادر، والجوارب هي الشراب. لا بد أن تكون طاهرة، لا بد أن تكون طاهرة. فلو مسح الإنسان على خف النجس كما لو كان من جلد حيوان النجس
فإن ذلك لا يصح، ولا بد أن يلبسها على طهارة، طهارة بالماء، فلو لبسها على غير طهارة لم يصح المسح. لو أن رجلا لبس الجوارب على غير طهارة ناسيا ثم مسح عليها ثم ذكر أنه حين لبسها لم يكن طاهرا، ما الواجب عليه في صلاته هذه؟ الواجب عليه أن يعيد، لأنه توضأ بوضوء غير صحيح. كيف غير صحيح؟ لأنه مسح على خف أو على جورب لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه، فلا بد من أن يعيد الوضوء، أن يتوضأ وأن يصلي، يعيد صلاته لأنها صلاة غير صحيحة. ولا بد أن يكون المسح في المدة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هذه المدة؟ للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام. صح ذلك في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها، فأحالته على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام. وانتبه لكلمة يوم وليلة، ما هي 5 صلوات كما يظن كثير من الناس، ولكنها يوم وليلة. وكم اليوم والليلة من الساعات؟ 24 ساعة، وثلاثة أيام بالساعات 72 ساعة. فمتى تبتدئ هذه المدة؟ هذه المدة تبتدئ من أول مرة مسحت بعد الحدث، لا من اللبس ولا من الحدث، ولكن من أول مرة مسحت بعد الحدث. فمثلا لو لبست الجورب لصلاة الفجر وأنت على وضوء، وأحدثت في 9:00 نقضت الوضوء، ومسحت في 12:00، متى تبدأ المدة؟ من 12:00، لا من 9:00. طيب الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، وقت المسح. ومتى يكون المسح؟ إذا فعل، إذا فعل. إذن فابتداء المدة من أول مرة مسحت بعد الحدث، انتهاء المدة إذا كنت مقيما فإلى نظيرها من اليوم الثاني. مثل اليوم الأحد مسحت 12:00، ينتهي إذا كنت مقيما 12:00 من يوم الاثنين. واضح؟ طيب، إذا انتهت المدة وأنت على وضوء، فهل يجب عليك أن تتوضأ أو تبقى على طهارتك حتى تنتقض؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح أنك تبقى على طهارتك حتى تنتقض الطهارة. انتبه، الواجب يعني الراجح أنك تبقى على طهارتك حتى تنتقض قلنا إن هذا الرجل مسح في 12:00 من يوم الأحد، متى ينتهي؟ 12:00 من يوم الاثنين، لكنه مسح في 12:00 إلا ربعا من يوم الاثنين. قبل تمام المدة ولا بعدها؟ قبلها، قبل التمام، وبقي على طهارته، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاته صحيحة لأن وضوءه لم ينتقض. فإذا قلت
ما هو الدليل على أنه لم ينتقض؟ وبعض أهل العلم يقول إنه ينتقض، فما هو دليلك؟ الجواب بسيط جدا، نقول إن الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله ورسوله. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. فلننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في كتاب الله أن تمام المدة ينقض الوضوء؟ إن كان في كتاب الله فعلى العين والرأس. هل في كتاب الله أن تمام المدة، هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمام المدة ينقض الوضوء؟ إن كان في السنة فعلى العين والرأس، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله فالواجب أن لا نلزم المسلمين بما بشيء لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله، وأن يبقى الوضوء على ما كان عليه. لكن ما الذي يمتنع إذا تمت المدة؟ وش يمتنع؟ الذي يمتنع الاستمرار على المسح. صحيح إذا انتهت المدة ما يمكن تمسح، ولو مسحت ولو ناسيا فوضوءك باطل إذا انتهت المدة. فالشارع وقت المسح ولم يوقت الطهارة، وهناك فرق بين توقيت الطهارة وبين توقيت المسح. هذا هو القول الراجح، كما أن القول الراجح أيضا أن من مسح على الجوربين ثم خلعهما وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض، يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء. الدليل، وش الدليل؟ هذا رجل مسح على خفيه في وقتها في المدة، وصار الجو حارا فخلع الجوربين، مسح على الجوربين في أول الأمر، ثم صار الجو حارا فخلع الجوربين وهو على طهارة، هل تنتقض طهارته أم لا؟ هذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم، فمنهم من قال تنتقض ومنهم من قال لا تنتقض. ومعلوم أن المرد في النزاع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي قول يدل عليه الكتاب والسنة فارمي فيما سواه عرض الحائط. نقول هذا دليل على أن الإنسان إذا خلع الخفين بعد أن مسح عليهما بطلت طهارته. إيتونا به من كتاب الله، إيتونا به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى العين والرأس. فالمسألة ليس فيها نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، وعلى هذا فإنه يبقى على طهارته حتى تنتقض بناقض، لأن الأصل أن عدم النقض. وهذا الرجل ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي. وإذا أخذنا بالقياس قلنا هذا رجل عليه شعر كثير، شعر كثير في رأسه، نعم، توضأ ومسح على رأسه وانتهى، ثم حلق رأسه بعد ذلك، زال الشعر الممسوح ولا ما زال؟ زال. طبعا الأذنين ما زالت باقية، لكن الشعر زال، هل ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض، هو على وضوءه. هذا زوال ممسوح، والأول زوال ممسوح. لكن قد يأتي إنسان ويقول هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ قال لأن الرأس أصل والجورب فرع، ولا يمكن تقيس الفرع على الأصل. الجواب بهذا بسيط، نقول أليس الممسوح الذي وقع تطهيره قد زال؟ فسيقول نعم قد زال. نقول لا فرق بين أن يكون أصليا أو أن يكون فرعيا، وما هذا إلا وصف طردي لا تأثير له في العلة. وعلى كل حال هذه مسألة خلافية، لكن الراجح أنه لا ينتقض الوضوء لا بانتهاء المدة ولا بخلع الممسوح، ولكن إذا انتهت المدة
لا يمكن المسح بعد انتهاء المدة. وهنا أيضا مسألة يكثر السؤال عنها، يجوز أن نمسح على الجورب المخرق والجورب الرقيق أو لا يجوز؟ ننظر في أدلة السنة، هل اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الخف غير مخرق وأن يكون ثخينا؟ إذا كان اشترط فالواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وإذا لم يشترط بل أطلق فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، وأن لا نقيد شريعة الله إلا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب كثير من العلماء المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز المسح على الخف المخرق ولو كان فيه خروق، ما دام اسم الخف باقيا والرجل تنتفع به فإنه يجوز المسح عليه. قال: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقراء، والفقير في الغالب لا يخلو ما يلبسه من شقوق وخروق، ولو كان لابد من أن لا يكون في الجورب أو الخف ولا موضع الخرز لو كان هذا واجبا لبينه الله ورسوله لعباد الله حتى يكونوا على بصيرة من أمر الله. ولا ريب أن الله تعالى أكمل الدين إكمالا تاما جملة وتفصيلا، فأي تفصيل يرد على شيء مطلق وأي تخصيص يرد على شيء عام فإننا لا نقبله إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، وهو كتاب جيد ينبغي لطالب العلم الذي يحب الاطلاع على آراء العلماء إذا كان لديه قوة على استخراج الأقوال الصحيحة ينبغي له اقتناؤه، لأنه مفيد كفائدة المغني في مذهب الحنابلة. المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية والمغني في فقه الحنابلة، وكلاهما كتاب عظيم جيد، لا اقتناؤهما لطالب العلم مفيد جدا. ذكر عن ابن المنذر أنه قد حكي عن عمر وعلي بن أبي طالب جواز المسح على الخف على الجورب الرقيق، وسواء صح ذلك عنهما أم لم يصح فإن لدينا إطلاقا من الشارع فيجب علينا أن نبقى على ما أطلقه الشارع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى التيمم. التيمم من خصائص هذه الأمة، وهو من اليسر الذي جعله الله تعالى لها، والحمد لله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كانت الأمم قبلنا إذا لم يجد الإنسان الماء بقي لا يصلي حتى يجد الماء فيتطهر به ثم يصلي ما مضى ولو بقي شهرا أو شهرين. أظن أن في هذا مشقة، توافقون؟ نعم نعم، فيه مشقة وفيه غفلة عن ذكر الله، لأن صلاة ذكر الله إحياء للقلب، لو بقيت يوما أو يومين لا تقيم الصلاة قسى قلبك، لأن الصلاة تلين القلب، صلة بين الله وبين العبد. لكن هذه الأمة شرع الله لها التيمم إذا كان الإنسان مريضا لا يتحمل استعمال الماء، أو كان جريحا لا يتمكن من استعماله، أو لم يجد الماء، وإن لم يجد الماء 10 سنين أو أكثر فإنه يتطهر والحمد لله بالصعيد، كما قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا التيمم تطهير
ولا السباحة؟ ندري والله نتكلم في هذا ولا ها؟ الصحيح أن التيمم تطهير، لأن الله تعالى قال لما ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد إيش؟ ليطهركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. وعلى هذا فالتيمم مطهر على القول الراجح، وليس مبيحا كما قاله بعض أهل العلم. والذين يجعلونه مبيحا يقولون إنه يتعين أو يتقدر بقدر كما وكيفا. انتبه، الذين يقولون إنه مبيح يقيدونه بالكم وبالكيف. أما بالكم فيقولون إذا توضأ لصلاة مفروضة فإنه لا يستبيح به الصلاة المفروضة في وقتها الأخرى، يعني لو تيممت لصلاة الظهر وجاء العصر وأنت على باق على طهارتك ما تصلي العصر، لا بد أن تعيد التيمم. وهذا تقييد زمني. التقييد الكيفي يقول إذا تيممت لنافلة لا تصلي فريضة. كيف؟ رجل تيمم لراتبة الظهر، بعد ما أذن الظهر تيمم للراتبة ما نوى الفريضة، ثم أقيمت الصلاة، هل يصلي الفريضة بالتيمم عن النافلة؟ يقول لا، ما لازم لازم تيمم للفريضة. لماذا؟ قال لأن هذا مبيح، ولا يستباح الأدنى الأعلى بالأدنى، لا يستباح الأعلى بالأدنى. ولكن القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله أن التيمم، الجواب عليكم، ها، مطهر. وعلى هذا فإذا تيممت عن حدث فإنك باق على طهارتك منه حتى ينتقض ذلك الحدث. وعليه فإذا تيممت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك لم يجب عليك إعادة التيمم. لماذا؟ أجب، لأنك طاهر، تطهرت بما جعله الله طهورا، فإذا تطهرت بما جعله الله طهورا فأنت على طهارتك. وننتقل الآن بعد أن تكلمنا بما شاء الله على الطهارة، ننتقل الآن إلى الصلاة. وصفة الصلاة كما هو معلوم للجميع أن يستقبل الإنسان القبلة ببدنه، وأن يستقبل وجهه، وأن يستقبل ربه بقلبه. لأن الإنسان إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أيها المسلم أن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قبل وجهه، لا تظن أنه في الأرض، فإن الله تعالى في السماء على عرشه فوق سماواته وهو قبل وجهك. ولا مانع، لا مانع من أن يكون الشيء عاليا عليك وهو قبل وجهك. ولو أنك تأملت الشمس عند طلوعها أو غروبها لوجدتها قبل وجهك وهي في السماء فوق. فالله، ومع أن الله تعالى لا يقاس بخلقه، لكن هذا من باب ضرب المثل للتقريب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم، يعني في الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر. وقال له أبو رزين يا رسول الله كيف يحاسبنا الله في ساعة واحدة ونحن جميع وهو واحد، كيف هذا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا له، ضرب له مثلا من قمر، قال هذا القمر كم هو والناس يرونه جميعا في آن واحد، هذا وهو من مخلوقات الله، فكيف بالله عز وجل؟ ولهذا لا تستغرب أن الله تعالى ينزل
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. لا تستغرب أن يكون هذا الأمر مع أنه في الأمكنة الأخرى ليس هناك نزول إلهي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم أنك تكبر للصلاة، بعدما تستقبل القبلة تكبر، تقول الله أكبر، ثم تدعو بدعاء الاستفتاح. وأسأل الأخ، ما دعاء الاستفتاح؟ في شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. في شيء آخر؟ نعم، في شيء آخر؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الاستفتاح يا إخواني ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وله قصة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقال له أبو هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ شف أبو هريرة حريص على العلم، يسأل عن كل شيء. قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهو أصح من سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأنا أرجو أن تتمرنوا على قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي لمدة حتى تأخذوا عليه، لأني في ظني أن أكثركم لا يعرف من الاستفتاح إلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. نعم، لأن الناس أخذوا عليه صغيرا عن كبير، وحتى الإنسان لو كان يعرف الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة فتجده لا يقول إلا سبحانك اللهم وبحمدك. لكن أنا أرجو أن نتمرن عليه ولو لمدة أسبوع لنحفظه ولنعمل به، ونعمل بالثاني أيضا مرة أخرى، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة فيها أن تفعل هذا الوجه مرة وهذا الوجه مرة أخرى لتفعل السنة في جميع وجوهها. ثم بعد ذلك تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، ولا صلاة للإنسان إلا بها، يقرأها في كل ركعة. وقف معي قليلا، جاء الوقت. طيب تأذن أجل نكمل. كلنا والحمد لله نعلم أن هذا الأذان الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة من نعم الله، حيث يقوم مؤذن معظما لله بالتكبير، شاهدا له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة، ثم داعيا إلى الصلاة التي حان فعلها، ثم إلى الفلاح الذي يكون بإقامة الصلاة، ثم يختم بتعظيم الله تعالى وتوحيده. إذن فهو من نعم الله علينا، حتى قال بعض أهل العلم: إن قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هذه في المؤذنين. ولا شك أن المؤذنين يدخلون فيها، لكنها أعم. ولكن بقي أن يقول قائل: وهل لغير المؤذن من فضيلة في هذا الأذان؟ والجواب نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
ولهذا يسن لنا أن نقول كما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا نقول مثل ما يقول. ماذا نقول؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم كما قال. نعم. ثم نقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ثم نسأل الله سبحانه وتعالى ما شئنا من أمر الدنيا والآخرة، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وهنا كليمة، ما معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الصلاة؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لفظة، ما أعطيت معناها الآن، أعدت لفظها. نستعين بالله جل وعلا. هي كلمة استعانة، وعامة الناس يظنون أنها كلمة استرجاع، كلمة استرجاع. ولهذا إذا أصيبوا بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. المصائب يقال فيها إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن المشاق والأشياء التي تحتاج إلى جهد وعمل نقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذي دعانا كأننا قلنا سمعا وطاعة، ولكن نستعين بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، آخر ما قلنا في صفة الصلاة أن الإنسان بعد الاستفتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة، فما هي أول آية في سورة الفاتحة؟ ها؟ أول آية الحمد لله رب العالمين. والبسملة ليست من الفاتحة، البسملة آية مستقلة يفتتح بها كل سورة ما عدا سورة براءة. والدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة أنها محل وفاق فيما عدا الفاتحة أنها ليست من الفاتحة، فالفاتحة مثلها. ثم إن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. شف، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. لأن إياك نعبد لله وإياك نستعين للإنسان، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله قسمتها نصفين، وابتدأ منين؟ من الحمد لله رب العالمين. ثم إننا لو جعلنا البسملة من الفاتحة لم تتناسب مع السورة، لو جعلناها من الفاتحة لكان نصف السورة مالك يوم الدين، لكن حقيقة الأمر إياك نعبد وإياك نستعين هي نصف السورة، ولهذا صارت بين الله وبين العبد نصفين، وأول السورة لله وآخر السورة للعبد. إذا قلنا أن البسملة من الفاتحة فلنعد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الرابعة تكون هي النصف. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذه السادسة. وش السابعة؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية طويلة بالنسبة لما قبلها. إذن فالمناسبة لفظا ومعنا أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين كما هو مقتضى الدليل أثرا. فالبسملة ليست من الفاتحة لا من حيث الأثر ولا من حيث النظر. وإذا قرأت الفاتحة تقرأ ما تيسر ثم تكبر فتركع ثم تسبح الله تعالى، تقول سبحان ربي العظيم، ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده،
وبعد ذلك تحمد الله بالصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسجد على الأعضاء السبعة. ولنقف قليلا في السجود. السجود يجب أن يكون على الأعضاء السبعة. من يعد لي الأعضاء السبعة؟ طيب، يقول على الكفين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة فقط، والأنف. أي نعم نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال على الجبهة وأشار إلى أنفه. ونرى أحيانا من بعض المصلين أنه في السجود يرفع رجليه أو إحداهما، وهذا لا يجوز. يجب أن تكون الرجلان على الأرض من حين ما تسجد إلى أن ترفع، من حين أن تسجد إلى أن ترفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا، فالآمر له الله عز وجل، فالله أمر رسوله وأمرنا جميعا أن نسجد على هذه الأعضاء السبعة ولا بد. فمن لم يسجد عليها فإنه لم يسجد السجود المأمور به، سجد على غير ما أمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا بد أيضا من أن تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، تسبح الله الأعلى، لأن هذه الحال التي أنت عليها في غاية ما يكون من السفل بالنسبة لك، لأنك تضع أعلى بدنك وأشرف بدنك في أي مكان؟ على الأرض، مساويا للقدمين، مساويا للقدمين، فتتذكر بذلك علو الله عز وجل فتقول سبحان ربي الأعلى. شوف المناسبة في سبحان ربي الأعلى والمناسبة في سبحان ربي العظيم في الركوع. الركوع هيئة تدل على التعظيم، ولهذا حتى في عرفنا الآن إذا أراد أحد يعظم واحد ينحني له، وهذا لا يجوز، لكن هو يعتقد هذا تعظيما. وهو كذلك في مقام التعظيم في التكبير جعل الذكر المشروع فيه إيش؟ ماذا جعل الذكر المشروع في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. في السجود جعل سبحان ربي الأعلى. ولا يجوز للإنسان أن يقرأ في حال الركوع والسجود، يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. القرآن تحرم قراءته؟ نعم، لأن العبادة ما هي؟ العبادة امتثال أمر الله. القرآن من أشرف الذكر، لكن في الركوع والسجود تنهى عن قراءته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن قد تقول لي لو قلت وأنا ساجد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا من القرآن ولا لا؟ وأنا قصد الدعاء، يحرم ولا ما يحرم؟ لا يحرم هذا، لأنني ما قصدت القرآن، وإنما قصدت الدعاء بما جاء به القرآن، وفرق بين الأمرين. نعم، ثم ترفع من السجود وتجلس بين السجدتين وتقول ما جاءت به السنة، رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، ثم تسجد الثانية كالأولى، ثم تتم صلاتك على هذا الوجه. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فصلى صلاة لا يطمئن فيها، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاة الأولى على حسب علمه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
فرجع فصلى كما صلى، ثم عاد ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا ردده النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه في أول مرة؟ لأجل أن يكون متشوفا للعلم مضطرا إليه. ولهذا قال له في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. الآن صار مستعدا للعلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من الطمأنينة في هذه الأركان. وبعض الناس فيما نشاهد يتهاون بركنين من هذه الأركان لا يطمئن فيهما، هما القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. تجده من يوم يقوم من الركوع ينحدر إلى السجود، من يوم يرفع من السجود الأول ينحدر إلى السجود الثاني، ومعنى ذلك أن الرجل صلى صلاة لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى الصلاة عنه لأنه صلى صلاة لا يطمئن فيها. ومن صلى صلاة لا يطمئن فيها فإنه لا صلاة له. ثم إذا أتممت صلاتك تذكر الله عز وجل، تستغفر ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتدعو بما جاءت به السنة، تذكر الله تعالى بما جاءت به السنة، لأن الله يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الذكر بقوله، بل بقوله وفعله، فعلم أمته ماذا يقولون، وشرع لهم بما سمعوا منه ماذا يقولون أيضا. وإلى هنا ينتهي ما أردنا من الكلام بالنسبة لصفة الصلاة. هناك أيضا تأمل آخر في الصلاة، لأن التأملات اللي مرت علينا الآن التأمل في الطهارة والتأمل في صفة الصلاة. التأمل أيضا في أمر يقع فيه كثير من الناس من غير الشعور، هو الوقت. الوقت محدد بالقرآن وبالسنة، بالقرآن إجمالا وبالسنة تفصيلا. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال: وقرآن الفجر. فما هو دلوك الشمس الأخ؟ زوال الشمس وغسق الليل. الغسق، غسق الليل منتهى ظلمته، منتهى ظلمته. أشد ما يكون الليل ظلمة متى؟ وسط الليل عند انتصافه. من زوال الشمس إلى نصف الليل، يعني من نصف النهار إلى نصف الليل، كل هذا وقت متصل بعضه ببعض، لأن الله قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر. ما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، بل قال: إلى غسق الليل، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر. والسنة جاءت مبينة لذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت المغرب إلى مغرب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. انتبه، إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله يدخل وقت العصر، إذا دخل وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس وقت الاختيار والضرورة إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وقت لإيش؟ للمغرب. من مغيب الشفق إلى نصف الليل وقت للعشاء. إذن أوقات أربعة متصل بعضها ببعض، وقرآن الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولهذا لا يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وإنما ينتهي بنصف الليل، هكذا جاءت به السنة وهو ظاهر القرآن. نصف النهار الأول ليس فيه فريضة، ونصف الليل الأخير ليس فيه فريضة، لأن نصف النهار الأول من متى إلى متى؟ من طلوع الشمس إلى زوالها، ونصف الليل الأخير من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر. كل هذا ليس وقتا لفريضة، وإنما هو تطوع، ففي الضحى صلاة الضحى، وفي الليل صلاة الليل والوتر في نصف الليل الأخير. ينبني على هذه المسألة: لو أن امرأة طهرت من حيضها في آخر الليل قبل طلوع الفجر، هل يجب عليها أن تصلي العشاء أو لا يجب؟ سؤال أنتم أجيبوا على حسب ما قلت، ما هو على حسب ما عندكم من قبل. ها؟ صلاة العشاء إلى نصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه امرأة طهرت في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر، ما عليها شيء، لأنها طهرت بعد أن خرج وقت صلاة العشاء، فليس عليها شيء. ولكن يجب علينا أن نحافظ على الوقت، فمن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. يعني لو أن أحدا من الناس تعمد وترك الصلاة حتى خرج الوقت فلا صلاة له، أما إذا كان من عذر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. جاء وقت الإقامة، إذن نرجو أن تسمحوا لنا فنقيم الآن، وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب على ما تيسر من الأسئلة حتى يكون كل شيء على وقته. في الأسئلة التي وردت أيكم أيها الأخوة الأحباء، وإن كان بعض الأسئلة متكررا فلا يعتب البعض إذا لم نذكر له السؤال نظرا لكثرة الأسئلة ولضيق الوقت. الوقت مو ضيق يا أخي. فالسؤال الأول من أطول الليالي هذه. جزاك الله خير. إذن نظرا لكلمة الشيخ سنعود في جميع الأسئلة إن شاء الله. بسم الله. اسمه
يكون قد قصه الله مثل ذا الكفل، مع أنه قد يكون نبيا وقد قصه الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تمام هذه الشريعة أنها كانت خاتمة الشرائع، وأنه يجب على معتنقيها الإيمان بجميع الرسل. وقد قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبين الله تعالى أن الرسل السابقين قسمان: قسم قصه الله علينا وقسم لم يقصه الله علينا. وعلى هذا فكل من قصهم الله علينا فإنه من الرسل. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء لما ذكر: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال: وأوحينا إلى إبراهيم إلى أن قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، بعد أن ذكر أن هؤلاء الأنبياء كانوا رسلا مبشرين ومنذرين. فكل من ذكر الله لنا من الأنبياء في القرآن فإنه رسول، إلا واحدا فقط فإنه نبي وليس برسول، وهو آدم عليه الصلاة والسلام. فإن الصحيح أنه نبي لكنه ليس برسول، لأن أول رسول أرسله الله نوح، أرسله الله بعد أن اختلف الناس. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والحاصل أن كل من قص الله علينا في القرآن فإنه رسول، إلا آدم فإنه نبي وليس برسول لأن أول رسول نوح. وأما ذو الكفل فالعلماء مختلفون فيه هل كان نبيا أم لا، والظاهر والله أعلم أنه نبي. نعم. السؤال الثاني يقول: في قصة الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، ومن أنواع السنة الإقرار، فكيف لا يكون هذا الفعل سنة ولو لم ينفي عنه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولم يرد نفي عنه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وقد أقره؟ وهل يوجد في الشريعة شيء جائز ولكنه غير مشروع؟ وما وجه جواز إهداء الثواب للأموات ولكنه غير مشروع؟ أدخل السؤال. نعم، هو لا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته هي قوله وفعله وإقراره. فأما القول فواضح، والفعل كذلك واضح، والإقرار معناه أن يقر شخصا على فعل شيء، فإذا أقره على فعله كان ذلك دليلا على جوازه، وإذا أقره على تركه كان ذلك دليلا على عدم وجوبه. فالسنة إما قول وإما فعل وإما إقرار. لكن هناك بعض الأشياء يفعلها بعض الصحابة اجتهادا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، ولكنه لا يكون من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي تشرع لكل أحد. مثال ذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يقرأ لهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
أقره النبي عليه الصلاة والسلام على اجتهاده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها لأمته، فلم يقل للناس اختموا بقل هو الله أحد، ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يختم بقل هو الله أحد. وكذلك أيضا سأله سعد بن عبادة رضي الله عنه هل يتصدق عن أمه وقد ماتت، فأذن له في ذلك. وسأله رجل فقال إن أمتي افتلتت نفسها وإني وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة عن الأموات، ولكنه مع ذلك لم يقل لأمته تصدقوا عن أمواتكم فيشرع ذلك شرعا عاما، ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون لنا فيه أسوة، فهو لم يتصدق عن عمه حمزة ولا عن أحد ولا عن زوجته خديجة فيما نعلم. وإن كان عليه الصلاة والسلام قد يتصدق بالشيء إلى صديقات خديجة رضي الله عنها، المهم أن الصدق عن الميت ليست ممنوعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها، ولكن هل هي مشروعة بمعنى أن نأمر الناس بأن يتصدقوا عن أمواتهم؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك ولا فعله ليتأسى به فيه. ولهذا لما أراد أن يشرع لأمته ما ينفع أمواتهم شرع الدعاء، فقال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ما قال ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو ما أشبه ذلك. فوجه فأرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء، مع أن الحديث يتحدث عن إيش؟ عن العمل، انقطع عمله، فلو كان العمل للميت من الأمور المشروعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لأن التحدث عن العمل، ولكنه قال أو ولد صالح يدعو له. وعلى هذا فالدعاء للميت أفضل من العمل الصالح له بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنك إذا تصدقت عن الميت أو عملت له عملا ولو بدنيا فإن ذلك ينفعه، ولكنه هل يشرع لك أن تفعل أو المشروع الدعاء؟ الذي أرى أن المشروع الدعاء، وإن كان ذلك أمرا أعني إهداء الثواب له أمرا جائزا. ولهذا لم يكن من عادة السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم وألحقنا بهم، لم يكن من هديهم أنهم كانوا يفعلون ذلك لأمواتهم، وإذا فعله أحدهم فيفعله أحيانا لا دائما. نعم. يقول من المعروف أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، وقد ورد نصوصا تدل على تخليد صاحب الكبيرة، فقد احتج أحد بهذا على تارك الصلاة أن كفره غير أكبر، كما أن فاعل الكبيرة غير مخلد في النار إجماعا، مع النصوص جاءت بهذا، فما هو الجواب لفضيلتكم حفظكم الله؟ الجواب لهذا أو عن هذا السؤال أو على هذا السؤال هو أن تارك الصلاة لم يأتي فيه أنه مخلد في النار، وإنما جاء فيه أنه كافر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا كفر صريح فاصل بين الإيمان وبين الكفر، ولا يمكن أن يأتي مثل هذا التعبير في أمر يكون كفرا دون كفر، بل إنه في أمر يكون كفرا مخرجا عن الملة. وقد تكلمنا على هذا مرارا في الإذاعة، وتكلمنا عن هذا أيضا في مجالس متعددة مع طلبة العلم، وكتبنا في ذلك رسالة وبينا دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لو مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين،
وكتب في ذلك أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله بأن هذا حكمه، وكتبت في ذلك أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء كما نشر ذلك في جريدة الجزيرة ونشر ذلك في مجلة الدعوة. المهم أن هذا أمر ليس عندي فيه شك أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأن الأحاديث أو النصوص التي استدل بها من لا يرى كفره لا تخلو من أربع حالات: إما أنه لا دلالة فيها أصلا، وإما أنها